بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الكتابة المحلية والكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في هذه المدينة لإتاحة هذه الفرصة كي نلتقي مجددا ونتناقش مجددا في قضية مهمة تهم وطننا، بل تهم أمتنا كلها. وأيضا أبارك لكم هذا الشهر الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صيامه وقيامه، ويتقبل الطاعة فيه، ويجعلنا عتق من عتقائه من النار إن شاء الله يا رب العالمين. بداية الحديث لا يمكن أن تكون إلا من التركيز والحديث عن الثورات التي وقعت في المنطقة، هذه الثورات التي غيرت وجه هذه المنطقة، الثورات التي أعطت بعد جديدا للإنسان، ليس فقط الإنسان العربي أو الإنسان المسلم في المنطقة، ولكن أيضا لمن حولها. واليوم تبين بأن التحولات عميقة الجذور بعيدة التأثير أيضا. صحيح أنه استطاعت أن تسقط أنظمة وأنظمة أخرى في الطريق إلى السقوط، صحيح أنه ورت واحد وجه جديد للإنسان المسلم في هذه المنطقة وللإنسان العربي، لأنك تهمت الدول العربية بالخصوص، وجه جديد لكتبين أنه عندما تكون هناك إرادة قوية لدى الشعوب فهنا يمكن أن تصنع التغيير في بلدانها. لكن أيضا أعطت واحد البعد يتجاوز المنطقة بالاحتجاج التي كانت في إسبانيا والتي بعضها ذيولها لا تزال مستمرة في بعض الدول الأوروبية الأخرى، إيطاليا، ولكن اليوم في الكيان الصهيوني في إسرائيل اليوم احتجاجات يومية متواصلة، وهم يقولون المحتجون بأنهم ينسجون على منوال هذه الدول تونس ومصر التي عرفت احتجاجات مماثلة، والتي تداخل فيها أولا استعمال وسائل الاتصال الاجتماعية فيسبوك وتويتر وغيرها، مع الاحتجاج في الشوارع، مع رفع شعارات للتغيير على مستوى معين، مع المستوى الاجتماعي أو التدبير الاقتصادي أو السياسي أو غيرها. مهم، هذه كل شيء سمات التي أخذت من هذه الشعوب، من الشعب التونسي والشعب المصري، والتي أصبحت اليوم إذن نموذج يحتذى. وأنتم ما تعرفوا أن الصين هي أيضا حين عرفت واحد محاولة احتجاج، ولكن اختراق الصين ليس بالطريقة السهلة. إذن إحنا أمام تغير، تحول في المنطقة، تحول حقيقي، وانشي راه بداية ديالو، باقي النتائج ديالو، باقي التأثير ديالو غير يجي في المستقبل. وأنا أظن بأنها لن تكون إلا إيجابية، لأنها تعطي الكلمة للشعوب أمام واحد الانسداد في الأفق في أنظمة عرفت بالاستبداد، وعرفت بالإنغلاق السياسي التام، وعرفت بالتحكم في المجال الاقتصادي والتحكم في الخيرات. إذن مجموعة من السمات في هذه الأنظمة أدت إلى هذا الانفجار، وأنتم تعرفون المثل المعروف، الضغط يولد الانفجار. لكن قبل ما نخرج من هذا الملف، هذه التوطئة الصغيرة، لا بد أن أذكر أترحم على شهداء هذه الثورات كلها، ولكن شهداء الليبيين والشهداء السوريين اللي يسقطون اليوم يوميا. ونأسف كثيرا لأن النظام السوري تحول إلى نظام يستعمل الدبابات في المدن، يقصف المساكن، يقتل شعبه، ويسقط الشهداء يوميا، إضافة إلى الكثير من الخسائر الأخرى والمعاناة الأخرى للإنسان السوري، إضافة إلى الاعتقالات الواسعة النطاق والتي ذهبت إلى الآلاف والتعذيب وغيرها. فبكل صراحة يجب أن نتذكر في هذا الشهر الكريم هذه المأساة لهذا الشعب، وأن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن ينزل الفرج وأن يوقف هذا شلال الدم، الذي في الحقيقة لو كان النظام ذكيا من ساق في هذه
إلى هذه استعمال العنف بهذه الطريقة، ولا ندري هل كان من الممكن له أن لا يستعمل العنف وأن لا ينزل الدبابات والأجهزة الأمنية ويستعمل القتل، أم أن ذلك من طبيعته؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا للشعب السوري أن يخرج من هذه من هذا المأزق ومن هذه المأساة في القريب العاجل، ولا بد من إظهار التضامن مع هذه الشعوب التي تعيش هذه المآسي الحقيقية. الآن إذا رجعنا إلى المغرب، لابد أن أعطي كلمة غير خفيفة، رغم أن هذه الأمور يعني تقريبا تحدثنا فيها في محاضرات وفي ندوات وتحدث عنها كثيرون وكتب فيها الكثير، ولكن لا شك أنه بعد الثورات اللي تمت في تونس والثورة المصرية بالخصوص، أثناء الثورة المصرية ولكن بالخصوص بعد الثورة التونسية، كان هناك حركة في الشارع المغربي، وكانت هناك حركة 20 فبراير. حركة 20 فبراير انطلقت، تحركت هذه الحركة، كان هناك هذا الحراك داخل الشارع المغربي، كان عنده واحد تأثير كبير جدا، وهذا التأثير الكبير هو أن كثير من الأمور في الإصلاح التي كانت تقريبا ينظر إليها الناس على أنها صعبة معقدة بعيدة أصبحت قريبة. فجاء خطاب تاريخي لجلالة الملك فتح مارس الذي أعلن فيه مراجعة للدستور، ثم توالت المحطات الأخرى إلى أن صوت على الدستور. لكن هذا الحرك كله في الحقيقة ديناميكية تعود من جهة إلى الثورة التونسية بدرجة أقل المصرية، لأن احنا جينا بعد الثورة التونسية ومع الثورة المصرية تقريبا، لا يدين تعود الفضل لهذه الحركة التي تمت، ولا يمكن أن نحيي حركة 20 فبراير على أنها فتحت هذا المجال. كانت كثير من الأحزاب السياسية يعني السقف ديال الإصلاح الدستوري عندها أقل من السقف الذي أعلن في خطاب 9 مارس. ثم توالت الأمور وجاء الدستور. إحنا في حزب عدل والتنمية على غرار كثير من الأحزاب السياسية الأخرى قررنا وأعلننا موقفنا وقررنا التصويت بنعمل الدستور، بعد مسار من وضع التعديلات الدستورية فيه بعض التوتر وفيه بعض النقاش وفيه بعض لا من قبل الأحزاب السياسية ولا داخل لجنة التتبع للمتابعة، ولا داخل في الإعلام ولا في الشارع أيضا بمواقف متباينة، لكن نحن قررنا التصويت بنعمل الدستور لأننا نرى أنه صحيح الدستور فيه مجموعة الإيجابيات، لا يمكن أن نقارن الدستور الحالي بالدستور السابق، ولكن قد يكون دون التطلعات ديال كثير من القوى السياسية والقوى المجتمعية وكثير من الأصوات التي كانت تريد أكثر. صحيح هذا، ولكن لما أتى قلنا هذا مسار في الإصلاح، نحن نريد أن نسير ببلدنا إلى الإصلاح إلى الأمام، نحن نريد ديناميكية الإصلاح، نحن نريد أن نجنب البلد التمزقات والصراعات الكبيرة، وبالتالي كل بادرة إصلاح مهما كانت يجب أن ندفعها إلى الأمام وأن نكون عامل إيجابي فيها، وهذا هو اللي يمكن يبني مغرب أفضل في المستقبل. فمر التصويت على الدستور. الآن السؤال كما طرحه الأخ المسير منذ قليل مرتبط بما بعد الدستور. أي مغرب الآن يبنى؟ أي مغرب؟ أي حركة الآن في المغرب؟ أنا دائما يسألوني بعض الصحفيين كيقولوا لي واش أنت كيفاش كتشوف 20 فبراير الآن، واش تستمر ولا ما تستمرش؟ حقيقة أنا ما بديش أنا نقول لي تستمر ولا تستمرش، 20 فبراير حركة ذاتية، لكن كرأي كمنطلق أنا دائما أقول كل حركة في الشارع 20 فبراير أو غير 20 فبراير إيجابية، لأن اليوم في العالم أصبحت الشعوب هي التي تطرح مطالبها وهي التي تتحرك. أي حركة لا يمكن إلا أن تأتي بمزيد من الإصلاحات، حركة سلمية، حركة ملتزمة بالقانون، حركة واضحة في المطالب، وهذا الشيء كيكون واحد تدافع مجتمعي وتدافع في الجسم السياسي للمزيد من الإصلاحات في المستقبل. ولكن القاعدة هو أنه مبدئيا اليوم مادام عندنا دستور جديد فيجب أن يكون عندنا تدبير جديد لمختلف الملفات، سواء كانت ملفات سياسية أو ملفات اقتصادية أو ملفات اجتماعية.
خص تدبير جديد، خص طريقة جديدة لبناء مغرب جديد. كثير من المظاهر السلبية التي كانت قبل واللي مستمرة واللي قاومناها، وأنتم تعرفون قصة حزب عدالة والتنمية بعد المقاومة ديال الفساد لا السياسي ولا غيره، ويا مقاومة شرسة. لكن هذه المقاومة، هذه المظاهر السلبية اليوم يجب أن يعي الجميع بأن لم يعد لها مجال ولا مكان في مغرب ما بعد الدستور الجديد مبدئيا، وما بعد هذا الحراك الشعبي الكبير في المنطقة كلها. لأن الآن كتبنا دول جديدة، منطق جديد. المغرب استطاع الآن إلى حد الساعة، واستطاع أن يبني واحد نموذج ديال التفاعل غير مسبوق. لذلك إلا قارنا خطاب بشار الأسد مع خطاب جلالة الملك سعود مرس، فرق كبير. بشار الأسد انتظر وانتظر وكيقول غادي نديروا إصلاحات، لما غادي نديروش إصلاحات، والاحتجاج بالشارع يتوسع واستعمل الرصاص في الشارع لما أدى إلى هذه نقطة اللعودة اللي كيقول المراقبين الآن. نقطة اللعودة بمعنى ما بقاش عنده تصالح مع هؤلاء الغاضبين، تصالح ما بقاش. المغرب اختار واحد النموذج آخر، وكذا النموذج سنجحوه، يجب أن نجحه، وإنجاحه لا يمكن أن يكون كما قلت إلا بتدبير جديد لهذه المرحلة. على ماذا يجب أن يبنى هذا التدبير الجديد؟ شنو هي؟ ما هي المقاربة الجديدة؟ كيف يمكن أن الأوراش الجديدة أن ننجحها؟ ما هي هذه الإصلاحات الضرورية في هذه المرحلة من تاريخ المغرب؟ هذا الشيء ماشي الأسئلة، الأجوبة عليها ليست معجزة، أرى تقريبا كل شيء كعرفها، ولكن لا بد أن نؤكد عليها، لا بد أن نصرخ بها سرا وعلنا في الصحافة، في المهرجانات، في المظاهرات، في التظاهرات السلمية، في إلى آخره، لا بد أن نصرخ بها، إلا هي اللي غادي تمكن من مغرب جديد جدة كاملة على ما كان عليه. طيب، يمكن أنا غادي سأحاول أن أستعرض أهم محاور إلى الإصلاحات، ولكن قبل ما نكشف بغيت نقول واحد القضية. رأى الإصلاحات السياسية لا تعني الانتخابات فقط، الانتخابات هذا غير جزء، الإصلاح أوسع بكثير من مجرد انتخابات. الإصلاح كيبنى على أنه إحنا بغينا مغرب ديمقراطي، مغرب يحترم كرامة المواطن، مغرب يحافظ على الحريات الفردية والجماعية، مغرب فيه دولة الحق والقانون، والسيادة فيه للقانون، ماشي عندنا ناس فوق القانون وناس تحت القانون يحكم عليهم القانون، لكن آخرون فوق القانون، هناك من يؤدي الضرائب وكتجيه المراجعة باستمرار، وهناك من لا يؤدي الضرائب ولا يتحدث معه أحد. هذا الشيء خصو ينتهي في المغرب. إذا ما انتهاش هذا الشيء غادي تبقى الاحتجاجات، وغادي يبقى النقص عملية الإصلاح إلى أن نصلح حقيقة. طيب، أول نقطة في الإصلاح، أول ملف ديال الإصلاح هو إجراء ثقة حقيقية في مجال الاعتقال السياسي. نحن عندنا واحد ملف للاعتقالات لأسباب سياسية أو لجذور سياسية منذ 2003، من بعد التفجيرات الإرهابية 16 مايو 2003، لا يزال داخل السجون مجموعة من الناس، كثير من منظمة الحقوقية، كثير من المراقبين يعرفون بأنهم مظلومون وأن ملفاتهم فارغة، والمحامين يعرفون هذا، ومنظمة الحقوقية الوطنية والدولية تعرف هذا. وكانت المحاكمات التي تعرضوا لها محاكمات ليست فيها ضمانات العدل، ضمانات المحاكمة العادلة. هؤلاء يجب أن يخرجوا، سنقوا جو الاعتقال السياسي حتى لا يبقى مظلوم وراء القضبان ولا سجين ولا القضبان. وأذكر هنا الأستاذ الأساتذة حسن الكتاني، والأستاذ رفيقي، والأستاذ حدوشي، وغيرهم من الناس الذين هؤلاء
ليس لهم إلا لسانهم في العلم، ليس لهم شيء آخر، لم يرتكبوا جرما. كاع الإنسان لما تبتع عليه حتى شي جريمة، لماذا يبقى وراء السجون وراء القضبان وفي السجن؟ إذن تتقية المجال على مستوى الاعتقال السياسي. أنا ذكرت أمثلة لكن هناك أمثلة كثيرة. كل مواطن أيا كان توجهه أيا كانت فكرته ظلم في فترة من الفترات نتيجة سياق سياسي واعتقل بما فيه معتقلين ديال 20 فبراير، كلهم هؤلاء يجب أن يطلق سراحهم ما دام من يرتكبوا جناية واضحة يحاكم عليها القانون، لأن أنتم تعلمون لا تثبت الجريمة إلا بقانون، لا تثبت الجريمة إلا بقانون. إياك الجريمة خص يكون عليها منصوص في القانون، أما شي حاجة تقول هي جريمة والقانون لا ينصوص على الجريمة، هذا يخالف القانون. إذن هذا أول ملف، هذا ملف إذا تحله غادي يبين بأن هناك إرادة حقيقية في أن نقطع مع الماضي ونبني حاضر ومستقبل جديد. الملف الثاني مرتبط بالحرية الصحافة. بديت بجد ملفات لأنها مرتبطة بالحقوق الإنسان بالحرية العامة، لأنها هي حجر الزاوية في بناء كرامة المواطن. حرية الصحافة لأن الصحافة تقوم بواحد دور في تعرية الفساد، تقوم بدور في تسليط الضوء على ملفات الاختلالات الموجودة في تدبير الشأن العام، وبالتالي هذه الصحافة عندما تسلط هذه الأضواء، عندما تثير هذه الملفات، على الرغم من هذا يزعج، صحيح يزعج، ولكن هو ضروري في دولة، في دولة تريد أن تبني ديمقراطيتها وتريد أن تكون فيها حرية. وبدلا من أن نذهب لنحقق مع من تحدثهم الصحافة، نذهب ونعتقل الصحفي، كيقول لنا فلان سرق، بدلا نمشيو عند فلان نحققوا معه واش سرق، كنمشيو عنده كنقول ليه درتي اتهام الباطل. تيني صحيح أن الصحافة خص تكون عندها أخلاق، كان أخلاقيات مهنة الصحافة ويجب أن يلتزم بها الصحفيون، ولكن اليوم عندنا صحفيين معتقلين وراء السجون مثل رشيد نيني مثلا وغيره، عندنا صحفيين حكمت عليهم بحال من مصطفى العلوي ديال الأسبوع 600 مليون في قضية يعني معروفة، يعني هاد الغرامة هذه مبالغ فيها كثيرا. وعندنا أيضا صحفيون آخرون يحاكمون اليوم، وهذا خصو ينتهي في مغرب اليوم. ماشي إذا كان شي مسؤول عنده النفوذ أزعجه صحفي كيدير ليه شي كيتسنى في شي دورة وينزل عليه، هذا غير معقول. يجب احترام الصحافة، وخص المرتبة ديالنا في مجال حرية الصحافة عالميا يجب أن ترتفع لا أن تنزل. وحرية الصحافة هذا جزء أساسي من بناء الديمقراطية، داك الشيء علاش كيسميوها السلطة الرابعة، لأن هي السلطة كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على توازن كونتر بوا. إلا عندك شي سلطة، إلا ما كاينش واحد السلطة أخرى اللي دير معها التوازن كتغى. فلذلك هناك السلطة الأولى والثانية والثالثة والرابعة باش كل وحده كدير الفران الاخرى، وهم وكيكون واحد بينهم هذه السلطات كلها بينها تفاعل، كل وحده كتكالي الاخرى باش ما تطغاش. هذا هو الديمقراطية، خص توازن، وكيكون التوازن يجب احترام الصحافة، والصحفي يجب أن لا يكون فوق القانون. أنا لا أقول بأن الصحفي فوق القانون، لا يحاكم لا يتابع، لا، لكن يجب أن يتابع ويحاكم بوضوح في إطار قانون الصحافة لواضح. شي بحال مرة حكموا في إطار قانون جنائي مراجعوا الصحافة، ذلك شي فيه غير واضح، ولا توفر في كثير من الأحيان ضمانات المحاكمة العادلة، وهذا شيء ضروري في عالم اليوم. وهذا يجرني إلى الملف الثالث اللي هو القضاء. لا يمكن للمغرب يبني شي ديمقراطية بدون قضاء مستقل، قضاء نزيه، قضاء عادل، قضاء يطال الجميع. كما قلت سابقا ليس البعض فوق القانون والبعض يطبق عليه القانون، يجب أن يكون القانون فوق الجميع. هذا الإصلاح ديال القضاء تحدثت عنه مختلف الحكومات الأخيرة، لكن بقدر ما يتكلمون عن الإصلاح
بقدر ما يتراجع الصلاح بالقضاء. والآن الجميع يعني يصرخ لأن عندما تكون هناك اختلالات هذه الاختلالات يمكن نصلحها إلى أن قضاء مستقل نزيه عادل يطبق القانون وفيه ضمانات المحاكمة العادلة. لكن إذا ما عندناش القضاء في هذا الشيء عندنا إشكالات، ستكون هناك إشكالات كبيرة. صحيح أنه الدستور جاب واحد مقتضيات جديدة مهمة فيما يخص استقلالية القضاء عن طريق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وواحد إجراءات اللي دخل في التركيبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإخراج وزير العدل كي تكون منفصل على السلطة التنفيذية، وأمور أخرى هي إيجابية. ولكن أنتم تعرفون بأنه النص دائما يبقى نصا حتى يطبق بالطريقة الإيجابية. نحن نعرف أن الدستور القديم دستور 1996 فيه واحد الفصل يقول القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ولكن نحن نعرف أنه طيلة هذه الفترة لم يكن القضاء مستقلا، وأن بقيت عندنا قضاء تتحكم فيه الإدارة أحيانا. دابا احنا ماشي كنقول كل شيء نسود كل شيء، لا، ولكن هذا شيء كثير مع الأسف. وقضاء إذن تتحكم فيه السلطة التنفيذية في بعض ما راح يجاوني به، ولكن أيضا قضاء التعليمات مع الأسف عندنا في بعض الملفات هناك قضاء التعليمات، وخصنا نقولوا هذا الشيء، خصنا نصرخوا به، وخصو ينتهي، خصو يوقف هذا الحد دياله. قضاء كيحقر أحيانا على الضعيف، بينما القوي لا تطاله سطوة القضاء ولا يحكم عليه وفق القانون، وإما تلتمس له المخارج والمداخل حتى يسلت. فهذا غير معقول، غير معقول. يجب أن نبني قضاء مستقلا كما قلت عادلا، وهذا شيء من الأمور ملفات اللي خص المتخصصين في القضاء، المحامين، الجمعيات ديال المحامين، الجمعيات ديال القانونيين، الحزب السياسي ومنظمة حقوق الإنسان تدير فيه مذكرات ومطالبات وترصد الاختلالات وتبين الاختلالات، لأن القضاء جوهري في إصلاح المجتمع. ممكنش يطمئن المواطن يمشي لدارو ويكون مرتاح إلا لحس بأنه إلا ظلمه مسؤول عنده فين يلجأ وغادي يأخذ ليه حقه. ولكن عندما لا تثق في القضاء ولا تثق في الإدارة، فين غادي يمشي هذا المواطن؟ غادي يمشي يحتج في الشارع، غادي يمشي يدير ربما ردود فعل أخرى، لأنه إذا وصلت ظلمه واحد حد معين. إذن إصلاح القضاء يعتبر واحد ملف جوهري بالنسبة الملف الرابع هو أيضا ملف مهم، هو العلاقة بين السلطة السياسية والإدارة والإدارية من جهة، وعالم المال والأعمال من جهة أخرى. من قديم وعلماء كيقولوا بأن الأمير إذا مارس التجارة فإنه يفسد السوق. ثم كتعرفوا غير العمل إلا عنده السوق داخل حتى هو كيبيع ويشري في السوق، طبعا الحال غير يغلب الناس، لان كل واحد غادي يقول العامل حيت غادي يحتاجو يمشي ليه، الى تنفس معاه وغلبه غادي يظلمه في جهه اخرى، وهكذا. انتم ما عارفين هذا. فلذلك المسؤولون يجب ان يتركوا عالم المال والاعمال يسير بمعايير مهنيه، بمعايير السوق، بمعايير التنافس الحقيقي، بمعايير الجهد الذي يؤدي الى النتيجه. لكن إذا أصبح المسؤولون ينافسون في عالم الأعمال تفسد التجارة ويفسد الاقتصاد أيضا، ولن يبقى مبنيا على معايير النزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وهذا من بين الملفات يعني اللي صعبة. قد ذكرت منذ قليل أن هناك مسؤولين، هناك مسؤولين يتهربون من الضرائب، هناك مسؤولين ماشي يتهربوا، لا يؤدون الضرائب، ما كيتهربوش كاع، تهرب من الضرائب وكدير الحيل، هذا ما كيدير لا حيلة والو، هو معروف وما كيأديش، وقال لك ما غادي نأديش ونبين وصافي. فهذا خطير جدا، خطير جدا. ولذلك انا اقول لجميع المسؤولين كبار الذين لا يؤدون الضرائب بانهم جزء من اسباب التوتر والمشاكل الكبرى اقتصادية واجتماعية في البلد. ممكنش بحال دابا الموظفين، من الصغير من المعلم الأستاذ الطبيب المهندس الموظف كل شيء كيأدي الضريبة، لأن كتحيدي الضريبة من المنبع.
من بعد هادو صافي الضرائب ديالهم ما كاينش، لان من تما كيتقطع عليه الضريبه. ها واحد. ثانيا جميع التجار والناس الاخرين واللي عنده شي حانوت واللي عنده شي دار كاريه واللي عنده الى اخره، والو ما كاينش بابا، كل شيء غادي يدير الضرائب. ولكن الكبار اللي عندهم الشركات الكبرى واللي عندهم مشاريع ضخمه واللي الضرائب كتحسب عندهم بمئات الملايين واحيانا بملايير، كيتراكم عليهم سنوات ولا يؤدونها، اما ضرائب واما مستحقات الجماعات البلديات لا يؤدونها صافي. وما يقدر شي واحد يهضر معاهم، لان يهضر معاهم يديروا ليه شي فخ من الفخاخ، غير معقول غير معقول. هؤلاء يجب المقاوله المواطنه، هي المقاوله المواطنه الملتزمه بالقانون والتي تؤدي حقوق واجباتها كامله للوطن، هذه المقاوله المواطنه. مزيان الواحد يكون عنده فلوس، حنا ما حزين حتى شي واحد يكون عنده معامل، يكون عنده مصانع، يكون عنده شركات، يكون عنده مؤسسات، ويصبح واحد من الناس اللي عالميا يعني من الاغنياء الكبار في العالم في الحلال اسدي، الله يسخر. ولكن يؤدي الواجبات ديالو، اللي يؤديها ايضا الفقير، يؤديها الفقير ويؤديها الغني، يؤديها الجميع. انا هذا الاسبوع كتبت في التجديد واحد في المساء، في الصفحه الاولى ديال المساء يوم الجمعه، كتبت واحد المقال الاعتمار على حساب العمال. انا عندي ملفات الان ديال المعامل الان امامهم احتجاجات نتيجه طرد تعسفي، اما لان هؤلاء اما دخلوا نقابه كيطردوهم، وهذا مخالف للدستور والقانون، ان العمل النقابي حريه، وما دار يضرب ما دار والو، غير دخل نقابه وعلم بانه دخل نقابه وقال غادي ندير مكتب نقابي، طاق كيطردوه، او انه رفض يدخل في واحد الالعوبه. انا كنعرف معامل اليوم كيديروا عقود مؤقته مستمره، العامل كيخدم كيكون عنده العقد ديال 4 شهور او 6 اشهر، في الاخير كيقول لي جيب لي الا بغيتي نمدد لك العقد ديالك عقد اخر، جيب لي استقاله، كيمشي كيدير استقاله، كيدير ليها مصادقه على التوقيع ليغاليزاسيون، كيجيبها لك يشد الاستقاله، عاد كيعطيه عاوتاني عمر واحد العقد اخر للعمل، ويبقى معه 10 سنوات 15 سنه في الاستقالات والعقود. هذا مخالف للقانون 100%، ولا يعطي الانسان حقوقه المنصوص عليها قانونيا، هذا ظلم. إذا رفض هذاك يستقل كيجري عليه، هو خدم معاه 10 سنين 15 عام وبدون حقوق وبدون أن يدي له حقوقه، فالجو يديروا اعتصام جا هو العمرة وخلاه، واش هذه عمرة؟ واش الله سبحانه وتعالى يدير بالعمرة ديالو؟ العمرة يحل غير المشاكل ديال هذوك الناس، مسامح لي الله في هذيك العمرة، يعطي أجر أكثر من العمرة، بل حجة غير يدير الخير في الناس. الظلم لا يمكن للإنسان، الظلم لا يمحوه، لا تمحوه الصلاة ولا الصيام ولا العمرة، ولا لا يمحو الظلم ما دام الإنسان أمامك، لا بد من التوبة. أنتم تعرفون دينيا في الدين ما يمكنش الواحد ظلمه وتمشي تطلب من الله يسمعك، خصك تطلب ليه هو الأول، عاد يسمع لك هو، عاد يسمع لك سيد ربي. كيف يمكن أن نبني مجتمع عادل، مجتمع ديمقراطي، بوجود الظلم والدولة تسكت والإدارة المعنية، الإدارة المعنية تسكت وهي تعرف، واحيانا هناك من يتواطأ مع هؤلاء. لا يمكن. مزيان كيفاش تقول لي الناس ما خصهمش يحتجوا؟ واش غادي يدير هذا اللي ما احتجش؟ اش غادي يدير؟ يقتل راسه يموت؟ اش غيدير؟ لا بد ان يحتج. ولذلك انا قلت في ذلك المقال هؤلاء يتحمل مسؤوليه التوترات الاجتماعيه، كيتحمل المسؤوليه ديالها. انا ما غنقولش للعمال علاش احتجيتو و20 فبراير خرجتو، خاص نقول لهذا خصك اولا تعطي الحقوق، هو الاول إعطاء الحقوق للعمال وللذين يشتغلون ولذوي الذين يستحقون الحق هو بداية الإصلاح الاجتماعي، هو بداية تخفيض التوتر في المجتمع. إذن هذا ملف لا بد أن تعطى له أهمية ولا بد من إصلاحه، ما يمكنش نقبله لا مفتش الشغل ولا مندوبي التشغيل ولا السلطة اللي هي موجودة في كل مكان ولا الإدارة المركزية، لا يمكن غير مقبول لهذه أن تسكت على هذا الظلم، يجب أن تقوم بواجبها، وخص المحاكم تقوم بالواجب ديالها وتدخل وتحكم بالاستعجال لرد الحقوق إلى أصحابها، لأن إلا هذيك العامل مسكين علاش العمال ما كيمشيوش بزاف المحاكم، ما عندهم يعطي حتى المحامي، هو توقف على العمل ما بقاش كيتخلص،
10 ايام 20 يوم 30 يوم شهر شهر الثاني شهر الثالث ما كيتخلصش. مش غادي يخلص المحامي، واش هو مع الملك راه معمو الضو معمو الحانوت معمو اش غادي يدير؟ الدراري قريب المدرسه، ها رمضان حنا فيه، وكيف ماذا تريد لهذا ان يفعل؟ اش غيبغيتي ليه؟ سينفجر. اش اللي بقى ليه؟ اذا مسؤوليه هؤلاء اصحاب المعامل رجال الاعمال الشركات لا نطالبهم الا بالتزام بالقانون فقط، ما كاين حتى شي حاجه اخرى، ويمشي على قد القضيه اللي يستطيع. ولكن ايضا السلطات المحليه والادارات المعنيه مكلفه هي بان تحمي الضعفاء، تحمي المستضعفين الذين ليس لهم جهه تحميهم، هما خصهم الدوله خص تكون وكيل على كل مستضعف وكل فقير، هي تكون تقف بجنبه الى ان ينال حقه، وتاخذ من القوي للضعيف. ياك راه كيقولها قال لك ابو بكر الصديق، اول خطبه ديال ابو بكر الصديق تيني اش قال؟ الضعيف منكم قوي عندي حتى اخذ له حقه، والقوي منكم ضعيف عندي حتى اخذ منه الحق، حق الضعيف. هذا هو اسمه. فلذلك ما خصناش نديروا الاحلام نحلموا بشي حاجه، كاين مسائل واضحه يجب ان تنزل على الارض ويجب ان تطبق. طيب عاد غادي نجيو لهذه الاصلاحات السياسيه التي يجب ان نتحدث عنها، حتى هي اللي هي جزء اساسي ولكن هي جزء فقط، باش ما نضخموش هادشي ديال الانتخابات ومزيان خاصنا انتخابات نزيهه، خاصنا لان هادو اللي غادي يجيو من بعد وغادي يشكلوا الحكومه ويشكلوا الجماعات ويشكلوا مجلس الجهات الجديده، دابا راه عندها واحد صلاحيات اكثر من مجلس الجهات السابقه الى اخره صحيح، ولكن راه هادشي كامل اللي قلت هو حجر الزاويه، هما هذوك الحجر اللي كيتبنى عليهم السس اللي كيتبنى عليهم هذا البناء ديال الاصلاحات السياسيه. الاصلاح السياسي يبدا بتنقيه الجو السياسي والتخلي عن عقليه التحكم في الساحه السياسيه، وحنا عانينا من محاوله التحكم في الساحه السياسيه من 2008 اثناء اساس وخبدت شويه في 2007 2008 تاسيس الوافد الجديد لذلك الحزب اللي كتعرفوه، كنحتار من جميع كثير من الاخوان اللي فيه وفيهم اصدقاء ديالي، ولكن الحزب كحزب حيت الاستراتيجيه ديالو السابقه نتمنوا على التغييرات دابا تكون تغييرات الان كانت داخل في استراتيجيه التحكم، ولذلك كانت واحد الحرب ضروس من بعد 2009 ديال عقلته، واعتقل فيها اشخاص وضرب فيها اشخاص وفبركت فيها اغلبيات، وشركه السلطات العموميه بحال فوجده من نزول، وشركت في حمايه تهريب مكتب ديال تشكيل مكتب ديال الجماعه وغيرها، وتحكم شحال من واحد السي الابراهيمي باقي المحاكمه ديالو في اسمه ما عرفتش دكتور مصطفى الابراهيمي في بركان، كنا في هذيك واحد الوقفه تما قدام الجماعه، فجاءوا تدخلت السلطات الامنيه وجروا هو لواحد الجهه وانا كيجروني للجهه، كنقول لهم فلان فلان يقول لك لا راه جرينا للجهه الاخرى، هو راه داو الفرغونيت وطلعوه وداو اتهموه اتهام باطل بانه ضرب شرطيا، وهذاك الشرطي داو المستشفى دخلوه، داو الطبيب الاول ما بغاش يعطي شهاده طبيه، داو الطبيب الثاني اللي عنده قسم ديال الجراحه ما بغاش ينعسوا ما بغاش يعطي شهاده طبيه، داو الثالث شي سبعه د الاطباء الدواء نعسوا في قسم الاطفال لان حتى واحد ما بغى ينعسوا عنده في القسم. بغاو يثبتوا او يثبتوا التهمه انه ضربوا، وهذاك السي ابراهيم بعدا كيعرش في رجليه الا شفتوا السي ابراهيم عرفتوا كيعرش في رجليه، هو طبيب جراح واش هو غادي يجي يضرب شرطي؟ زعما كينحشوا بهذه التهمه بعدا هي احتقار للجسم الطبي كاملا، ولكن تجاوزوا هذا المشكل ما لقاوش اللي يعطيهم شهاده طبيه، في الاخر مشاو عطاوها لي واحد الطبيب في المحكمه باش تعرفوا هذه القضيه قضاء التعليمات نقول لكم لان هذاك الشيء ملموس. المحاكمه في المحكمه الابتدائيه جاوا المحامين كلهم واحد مجموعه ديال المحامين كيطالبوا، وانا حضرت هذيك المحاكمه لان حتى انا استدعوني المحامين قالوا لي جي كشاهد سجلوني حتى انا كشاهد لان حضرت، طلبوا شهاده الاطباء سبعه الاطباء، واطباء كتبوا شهاده ديالهم مستعدين يشهدوا بان هذيك الشهاده الطبيه اللي تعطات لي فيها 24 يوم زور، وانا هما فحصوا هذيك الليله سبعه الاطباء، والمحكمه رفضت ان تستمع على الشهود، قالت انا عندي انا قلت لهم انا عندي المعلومات اللي عندي كافيه باش نحكم. واش هذا باش تي شنو دابا قضاء التعليمات علاش كنهضروا هادشي خصو ينتهي، و
والدولة الدولة كدولة محتاجة لواحد الطبيب تقول لي راه ضربتي بوليسي باش تدخلوا الحبس، واش محتاجة ليها الدولة؟ قايمة الدولة على هذا، على هذه التهمة هذه، واش محتاجة ليها؟ اش غادي تنفع الدولة؟ ما محتاجاش لهذا الشيء، هذا ظلم باطل، ظلم لا يعني كل شيء حاجة كبيرة نقوله واخا، ولكن الدولة محتاجة لهذا الشيء. دولة تظلم إنسان، الدولة تخسر فيها، ماشي كتربح، ما في حتى شي ربح، هذا غير اعتداء مجاني لا يربح فيه أحد، لا الدولة ولا غيره، بل هي تخسر. ممكن أعطيكم أمثلة، تعرفوا القضية ديال السجام معتصم فاش اعتقلوه في سلا وخروجه، خروج السجام معتصم أثناء الفترة ديال التحقيق، باقي كاع ما كمل التحقيق، أول اعتقاله اعتداء على القانون، خروج على القانون، مخالفة صريحة للقانون. ثانيا خروجه دليل على أن الاعتقال كان سياسي وليس اعتقالا مبني على حتى شيء أساس. ويجي نعطيكم أمثلة وأعطيكم الأخيرة، ولكن الحمد لله غير جد الثورة التونسية والمصرية وعشرين فبراير تقلبت شوية القضية، أخرج استجمع معتصم وفلسطين في قبله باش يستمعوا لهذوك الشهود اللي كانوا رفضوهم في الأول، وهكذا ولات القضية تحركت لأنه كثير من الشروط على الأرض تغيرت. لا بد من أن هذا منطق التحكم، حالنا أشو منطق التحكم؟ هو جيت بغيت ندير الانتخابات ولكن بغيت نخرج فيها واحد النتيجة عندي أنا مسبقة، نديروا الانتخابات واخا ولكن بشرط الحزب الأول هو هذا والحزب الثاني هو هذا، بغيتهم زيان ما بغيتوش تخرجوا بلا ما تبغيهم. هذا هو منطق التحكم، يعني التحكم في الخريطة السياسية. الانتخابات مديورة ما نعرفش أنا شكون اللي ناجح، حتى كنشوفوا النتائج شنو بغاو الناس وفي الأخير وكان نمشيوا على حسب صناديق الاقتراع، هذه هي الانتخابات، وإلا ما بقى عندها معنى. لما نديروا هذاك الجهد وهذاك الصداع وهذيك الأموال ومستنفرين إلى آخره باش تخرجوا واحد النتيجة، هي كما كانوا كيديروا في واحد الوقت في الثمانينات والتسعينات، هادشي اللي كان خارطة معدسة لفن كتصوب الداخلية كتصيفطها لهم جميع أنحاء المغرب كتقول لهم هنا نجحوا فلان وفلان وفلان، هنا خرجوا لي 60% ديال الأصوات، هنا خرجوا لي 80% آخره، كتصيفطها لهم العمال إلى آخره وكيخرجوا الخرائط قليل فاش كيفلت لهم شي حاجة. هذا ماشي انتخابات، هذا غير دابا. الآن المغرب خصو يدخل واحد عد ديمقراطية، ما خصناش نخافوا من روسنا، كل المغاربة الحمد لله وطنيين، كل مغاربة يحبون بلدهم، كل مغاربة يريدون بناء بلدهم على أسس متينة، كل مغاربة يريدون أن تكون انتخاباتهم ديمقراطية وأن يقوم تدبير الشأن العام نزيها شفافا، كل بلدهم خصنا نبنيه وخصنا ندفعوه في هذا الاتجاه وخصنا نشجعوه وجود وطنية حقيقية، نشجعوه اعتزاز المغربي بوطنه. كنعتزوا وما تم لحد الساعه كنعتزوا به، ولكن حنا هادشي ما قنعناش الان، لان كل لحظه خص نطوروا، ما خصناش نوقفوا في مجال الاصلاح. هذا هكذا يجب ان نبني مغرب اليوم ومغرب الغد. الان بدا النقاش، دابا الحمد لله كما قلنا جات 20 فبراير توقف هذاك الوفد الجديد وما بقاش عنده الطور الذي كان عنده، ونتمنى الا تحاول بعض الجهات اعادته الى دوره في الانتخابات المقبله. جا النقاش على الانتخابات. وأولا أريد أن أقول بأن مداخل الإفساد الانتخابي أنتم تعرفون بأنها كثيرة في بلدنا مع الأسف الشديد، وهذه المداخل ديال الإفساد فيها أولا نقول في غير ثلاثة ولا أربعة، أول واحدة المال، استعمال المال السياسي، هذا من أكبر مداخل الإفساد الانتخابي وكيزيد، كل انتخابات يستعملوا فيها المال أكثر من الانتخابات السابقة. أنا أعطيكم غير واحد الرقم، هناك كثير ماشي واحد ولا جوج، كثير من المرشحين في الانتخابات التشريعية ديال 2007 الانتخابات ديال 2009 ميزانية ديال الحملة ديالهم تزيد على مليار سنتيم، مليار ونص، جوج ملايير إلا كان يجي بس يديك جوج ملايير يدير فيها غير الخير، يصوب بها طريق، يصوب بها جامع، ثم الآخر يدير اسمه يحبوه الناس يهزوا فوق رؤوسهم، ما يحتاج كاع الانتخابات لجوج، شوية تجوز المال. المال إفساد عن طريق المال السياسي، هذه الأول. ثانيا الطرحال السياسي، كان كيقول سي أبو زيد الله يذكره بخير قال لك الانتخابات في المغرب بحال كتلعب ضمة بالبخوش ولا بالناموس اللي بغيتو، بحال بحال الناموس كيطير والبخوش كيمشي، الضمة كدير هكا هو كيخرج لك في شيء أخرى،
والشيء اللي يوقع جميع الخرائط الانتخابية الأخيرة نشكل مجلس النواب كنقولوا فيه 15 حزب شوية كيصدق لنا كيتخربق كل كنقولوا الحزب الأول كذا الحزب الثاني كذا شوية كيتخربق لنا داكشي كيولي واحد آخر كاع ما كاين ولي ولا لو كاع ما شارك في الانتخابات ولا هو الأول واحد آخر وهكذا هذا هو هذه نوع من الفوضى نتيجة الترحال السياسي. ثالث هو تدخل الإدارة. الإدارة حقيقة التدخل ديالها ماشي شامل غادي نبقاش ندعيو شي ولكن موجود تدخل الإدارة تحكم في كثير من الدوائر تحكم في النتائج عن طريق آليات إفساد معروفة صرحنا بها مرارا وتحدثنا منها التشطيبات الواسعة في اللوائح الانتخابية منها التسجيلات والإنزالات العشوائية في اللوائح الانتخابية منها فوضى البطاقات الانتخابية وعدم توزيعها على أصحابها إلى آخره والفوضى إلى آخره منها هذه مكاتب التصويت منها إلى جدا تحدثوا وسائل الإفساد أراها معروفة وأصحابها الذين يستعملونها يعرفونها أكثر. هذه الأدوات دي الإفساد يجب أن تتوقف. صحيح أن الدستور أتى بواحد المقتضى مهم جدا قضى على الترحال السياسي والآن دستوريا منصوص أنه كل شخص انتخب في انتخابات تشريعية معينة أصبح عضوا في مجلس النواب إذا غير انتماءه السياسي حزبه السياسي يسقط تمثيليته البرلمانية تسقط ما كيبقاش برلماني مادام عندنا الاقتراع باللائحة إذن كيولي برلماني يصعد الذي يليه. هذا شيء ربحناه مع الدستور الجديد هذا شيء ربحناه ولكن وبالمناسبة القانون للأحزاب السياسية نص حتى على المستشار الجماعي يتصدق على هذا القانون اللي تقترح واللي تشورت فيه مع الأحزاب السياسية حتى المستشار الجماعي إلى غير الحزب دياله يسقط انتدابه التمثيلية دياله الجماعي كتسقط وهذا شيء مهم ما تبقاش عندنا هذه الفوضى في الجماعات كيدخل واحد بحزب كيقول لي في 5 سنين كيبدل الحزب ديالو جوج ثلاثة المرات وكيخرجوا عاود المرة وجا كيترشح في حزب آخر هذا ما غادي يبقاش إلا غير الحزب من حقه هذا من حرية المواطن أن يغير حزبه إذا لم يعد مقتنعا بمبادئ تلك الحزب أو لم يعد يعجبه تدبير ذلك الحزب ولكن غير يغير يسقط انتدابه كيبقاش مستشار جماعي كيبقاش نائب برلماني لأنه إنما صوت عليه لأنه ينتمي إلى هذا الحزب باسم هذا الحزب بالرمز واحد الرمز معين واحد البرنامج معين إلى خرج صافي غادي يطلع واحد آخر من نفس البرنامج ومن نفس الحزب وهذا أيضا ربح سنربحه إذا جبلات صدق عليه في هذا القانون غادي يقلل شوية من هذه الفوضى الموجودة في المؤسسات التمثيلية ولكن المال ليس عندنا أي ضمانات الآن وأي وسائل لمقاومة المال الإجراءات القانونية لا تزال ضعيفة وضعيفة جدا وأنا كنت كتبت مقال في هذه المسألة ديال تمويل الحملة الانتخابية القانون كينص على أنه كيصدر مرسوم في السقف ديال الحملة والسقف ديال الحملة صدر مرسوم وهذاك المرسوم مش كيقول شحال السقف ديال الحملة الانتخابية ديال مصارف الحملة 250 ألف درهم من المرشح معنى لكن عندنا لائحة فيها 4 فيها 1,000,000 درهم 100 مليون فيها 50 ألف درهم 4 لأننا فيها 3 بحال تمارة فيها 75 مليون هذا هو السقف ولكن نحن نعرف أن أغلب المرشحين لا يلتزمون بهذا السقف وخاوما كيعطيو واحد الورقة فيها جرد المصاريف وجرد المداخل المجلس الأعلى للحسابات وهذاك الجرد كله دائما كيمشيو لهذا السقف دائما يعطونا جردا في حدود السقف ولكن لا يعبر عن حقيقة ما يقع على الأرض كيصرف واحد مليار وكيقول لك انا صرفت 100 مليون درهم 100 مليون يعني العشر باي طريقه سنراقب ما هي اليه المراقبه ما كايناش كايناش اليه المراقبه من تجاوز السقف ولم يصرح به كيفاش غادي نديروا ليه ما كاينش اليه ما كاينش عقاب ما كاينش جزاءات غير موجوده وهكذا يعني كاين ثغرات كبيره في القانون يعني القانون جاب واحد مجموعة الأدوات ولكن غير عملية في الواقع ولذلك معمر لم تفعل قط كيف يمكن أن نقاوم الفساد الانتخابي
والقانون نفسه فيه ثغرات كبيرة تسمح لهؤلاء لتجار الانتخابات الذين يستعملون المال لشراء الذمم، يسمح لهم بأن يفعلوا ما يشاءون دون أن يوجد هناك رادع ولا واق من في القانون. إذن عندنا مشكل، لا بد من أن نضع حدا للفساد المالي عن طريق وضع إجراءات قانونية وتنظيمية قوية وصارمة. النقاش الذي تم أخيرا، كثير من الجهات وخصوصا وزارة الداخلية، وزارة الداخلية هي ركزت على تنظيم الانتخابات في أكتوبر المقبل، احنا كنا قومنا هذه القضية وقلنا يجب أولا الإعداد الجيد للانتخابات قبل أن نتحدث عن موعد الانتخابات، وقوم في الجدل ما قدوش يمشيوا يحدوا موعد نهائي الانتخابات، ما قدوش استجبوا جميع الطلبات، وبقى القضية حتى تأخرنا دابا أكتوبر مابقاش ممكن، رغم أن بعض الإخوان في الأحزاب السياسية قالوا أكتوبر، ولكن لا يمكن، ما يمكنش نجيو نصدقوا على القوانين اللي ستنظم انتخابات أقل من شهرين قبل إجراء الانتخابات. كيفاش غادي نستعدوا؟ كيفاش غادي نديروا هذه المراجعات اللوحة الانتخابية؟ كيفاش غادي نديروا هذا الشيء؟ دابا فيه شوية لعبات. وأنا أقول من هنا بصراحة، جلالة الملك في 2006 الخطاب ديال افتتاح الدورة السنة التشريعية 2006، لا في 2005 قال يجب على الحكومة أن تأتي بالقوانين وأن يصادق عليها في البرلمان سنة قبل موعد الانتخابات. قال في 2005 سنة قبل موعد الانتخابات، وهذا هو القانون اللي خصو يكون، خصنا سنة قبل موعد الانتخابات تكون القوانين موجودة. الله يسامح، دابا عندنا ما بعد الدستور الجديد إلى آخره سنة كثيرة، لأن اللي مشينا سنة ما بقتش كاع الانتخابات العادية، دابا يبغوا يجيبوها يبدأ يتصدق عليه إلى آخره، ولكن ديروا واحد الموعد معقول، شهرين غير كافية، ثلاث أشهر غير كافية، مع احترامي للذين يطالبون بالتعجيل، مزيان التعجيل ما كاين مشكل تعجيل، ولكن في واحد الأمد معقولة. دابا الآن إلى أسرعت الحكومة وأتت بالقوانين في السرعة يمكن نضم الانتخابات في مارس أو أبريل. أنا شخصيا أظن بأنه قبل هذا التاريخ عمليا غير ممكنة، مش منبقوش نديرو الأحلام الوردية، لأن نريد انتخابات لا تكون فيها أي مطعن سياسي. بقيت لي نقاط معدودة هي التي سأختم بها، وأنه في هذه الأثناء كتناقش جوج قوانين تنظيمية وجوج قوانين عادية، كيتناقش القانون التنظيمي للأحزاب، وكيتناقش القانون التنظيمي لمجلس النواب، وكيتناقش قانون ديال قانون مراجعة استثنائية اللوحة الانتخابية، وقانون للملاحظين ملاحظين الوطنيين والدوليين للانتخابات المقبلة. احنا في حزب العدالة والتنمية صدرنا مذكرات، كل حاجة درنا فيها مذكرة من الوزارة الداخلية، عندنا فيها تصور واضح جدا. أنا ما غادي نمشي غير هذاك القانون التنظيمي لمجلس النواب لأنه مرتبط بالمحطة الانتخابية، بل ما نمشي للقوانين الأخرى. أنا أقول بأنه هذا قانون تنظيم مجلس النواب يجب أن يكون أفضل بكثير مما تقدمت به وزارة الداخلية، فيه ثغرات، والثغرات احنا حددناها، ولكن أنا نقول غير جوج ولا ثلاثة. أول ثغرة أنه الدستور الجديد من بين المقتضيات الجديدة اللي جاب أنه نص على أن مبادئ التقطيع الانتخابي تضمن تكون وفق بالقانون، مبادئ التقطيع الانتخابي تكون بالقانون فعلا. فهذا القانون طبعا مجلس النواب دخلوا هذه الفكرة، ولكن دخلوا غير فكرة فضفاضة، ما داروا حتى شي معيار، لأن مبادئ التقطيع الانتخابي خص تكون فيه معايير واضحة. إذا ما كانش معايير واضحة كيولي التقطيع الانتخابي آلية من آليات التحكم، ما يمكنش في دائرة فيها 700,000 70,000 ناخب 80,000 ناخب وفيها جوج مقاعد وأحيانا فيها ثلاثة المقاعد، بينما دائرة فيها 200,000 ناخب 300,000 ناخب أو 400,000 ناخب أو 500,000 ناخب وفيها ثلاثة إلى أربعة المقاعد. ما كاينش العدالة. غادي نلقاو شخص كيطلع مجلس النواب بألف صوت، وشخص غادي يخصو 25,000 صوت باش يطلع مجلس النواب. ما كاينش عدالة، خص عدالة في التمثيلية، وهذه من بين المعايير الدولية فيما يخص التقطيع الانتخابي. ولذلك يجب أن يتضمن القانون معيار دقيق، لأن كل شيء خصو يكون بالأرقام والدقة، وإلا غادي ديما نخليو هذوك الشقوق تدخل فيه الفساد الانتخابي. شكون غادي يكتب لي شي حاجة؟ صافي كملت.
وحنا عندنا في مقترح هذا اسمه. واحد نقطة تانية هي المغاربة، المغاربة المقيمين بالخارج إلى حد الساعة ليس لهم مكان الذي يستحقون في القوانين الانتخابية باش يكونوا مصوتين ويكونوا مرشحين ومصوتين كما يجب. ولذلك نحن اقترحنا اللائحة الوطنية اللي داروا فيها 90 الآن، اقترحنا أن يكون ثلثها من المغاربة بالخارج، نصفها رجال ونصفها نساء، يكون من المغاربة المقيمين بالخارج. وهذه المغاربة المقيمين بالخارج هذه اللائحة الوطنية يكون فيها هم ويتصوت عليها في الخارج كما كان بالنسبة للتصويت للدستور، وبالتالي سيصوتون في القنصليات، في مراكز، في مساجد، في الآخرة، في جميع أنحاء العالم. لأن عندنا الآن خارج المغرب أكثر من 10% من المغاربة، أكثر من 10% بعض، أكثر من بعض الجهات. عدد المغاربة اللي عندنا في الخارج الآن كيزيد كيقرب من 4 مليون، أكثر من كثير من الجهات. كاين جهات ما فيهاش فيها مليون 2 مليون، فهمتيني؟ فلذلك هذا كبر من جهات بكاملها. ما يمكنش نخليوهم ونقول لهم لا خصكم تجيبوا المغرب خصكم خيري، لا ما قديناش الآن نجي الظرف الاستعجالي، ما مشيناش باش نديروا دوائر خاصة في الخارج لأسباب متعددة ومعقدة. وكاين اللي كيقول بأن غير ما بغاوش لأن التصويت ديالهم غادي يكون الحزب عدد التنمية قوي، هادشي كتبوه هما، كتبوه كثير من جمعيات المغاربة في الخارج. ولكن الأهم أنه تجاوزوا هادشي على الأقل في